لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت السيد أحمد عز الدين الكاتب والباحث السياسي. يعني سيد أحمد، يعني ربما هناك تحركات ودعوات في الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار رقم 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، يعني هل يمكن بالفعل أن يحدث ذلك على الأرض ويتم الاستجابة لهذه النداءات، أم أن الظروف الميدانية غير ملائمة في هذه الأونة للتواصل ربما إلى حلول دبلوماسية وسياسية؟ يعني تحياتي أولا. الواقع كل المؤشرات حتى الآن تشير إلى أن إسرائيل ماضية في حربها العدوانية وفي هذا القصف المدمر، يعني حيث أن ليلة أمس والليلة الثانية على التوالي تعيش منطقة الضاحية الجنوبية واحدا من أعنف الغارات يعني المدمرة، كما أن الغارات أمس يعني استمرت حتى ساعات الصباح الأولى وصلت إلى العاصمة بيروت، وهي من المرات النادرة يعني حيث أن يعني قلب العاصمة هو خارج إطار القصف، ولكن يعني لا إسرائيل لا تترك مجالا لأي كلام، وأعتقد من هنا أعتقد أن إسرائيل ماضية في عدوانها، وهي أيضا كما أعلنت وأكدت أنها يعني ستوجه ضربات إلى إيران، وهذا أعتقد لن يؤدي إلى التهدئة بل ربما إلى مزيد من التصعيد. وبالتالي يعني قدم لبنان أمس مرة مبادرة جديدة عبر عندما اجتمع الرئيسان المجلس النواب والحكومة والزعيم وليد جنبلاط، خطوات أيضا متقدمة باتجاه يعني تسهيل الحل أو الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأعلنا صراحة أن استعداد لنشر الجيش على الجنوب والتالي انفصل لبنان عن مسار غزة، ولكن إسرائيل لم تبادر إلى أي اتخاذ موقف سياسي حتى أو إعلان أي تصريح ممكن أن يصب في إطار يعني تقريب وجهات النظر أو التوقف. وكما يعني أشرت إلى الحديث في مجلس الأمن أن إسرائيل خارج أي ضغوط دولية، لا تستمع إلى قرارات مجلس الأمن أو المجتمع الدولي. طب لو تحدثنا عن العملية البرية التي تشنها إسرائيل يعني في الجنوب اللبناني، تقييمك لهذا الأمر والأهداف الإسرائيلية من وراء هذه العملية، وأيضا تقييمك لما وقع من خسائر يعني بالأمس في صفوف قوات الاحتلال في ظل هذه المقاومة من جانب قوات حزب الله؟ يعني لا شك أن العملية يعني يمكن التي حصلت أمس ويعني والتصدي لقوات الاحتلال التي كانت دخلت في عملية بحث عن أنفاق أو تحصينات ربما تشكل النقطة العلامة الوحيدة خلال هذه الفترة التي يعني تجعل إسرائيل تفكر جيدا وتعيد حساباتها في موضوع الدخول إلى لبنان، لأنها تلقت ضربة يعني باعتراف الإسرائيليين أنها كانت كارثة أو كارثية، وبالتالي سقط لها عدد كبير. يعني المعلومات هي إسرائيل تحدثت عن 9 قتلى ويعني نحو 15 جريح، ومعلومات أخرى قالت أن يعني وصل العدد إلى نحو 14 أو 15 قتيل. لهذا أعتقد أنها يعني ستعيد النظر في حساباتها، أو على الأقل ستعيد النظر في آلية التحرك في الدخول إلى والهجوم على لبنان إذا كانت مصرة على هذا الأمر ما لم يعني يكون هناك بحث في تسوية سياسية. لذا يعني أعتقد أنها ستدرك جيدا، وهي لها تجارب كثيرة في الميدان على الأرض، لأنها ليست متفوقة على الأرض، هي إسرائيل تتفوق من حيث الطائرات، من حيث الهجوم، من حيث التدمير، من حيث الغارات، أما في المواجهات على الأرض فهي دائما الخاسرة، وهي خرجت من لبنان مرتين تحت وطأة الغارات، وأيضا في حرب عام 2006 اضطرت إلى التراجع تحت وطأة الخسائر الكبيرة على الأرض، وأمس يعني واجهت هذه مرة جديدة أن الدخول الميداني خاسر لها، ولهذا أعتقد أنها سيكون لها حسابات أخرى قد تبدو
تظهر خلال الساعات المقبله. طيب استاذ احمد، ايضا لو تحدثنا عن حزب الله، الى مدى او الى اي مدى تم التاثير داخل الحزب في ظل هذه الاغتيالات للصفوف الاولى من قياداته؟ تقريبا نتحدث عن 90% من الصفوف الاولى من القيادات تم اغتيالها بالفعل، وبالتالي كيف يؤثر ذلك على سير العمليات والمطلوب الاولويات امام حزب الله لاعاده ترتيب صفوفه من خلال القياده الموحده حتى يمكن مواجهه هذا العدوان الاسرائيلي؟ اعتقد ان يعني اليه حزب الله يمكن لا يعرفها الكثيرون، هي يعني دائما عند قيادات رديفه او ربما بالاحرى هي يعني اشبه باجهزه المخابرات، تعمل كل وحدات منفصله. يعني هي في حرب تموز 2006 معظم الوحدات العسكريه في الجنوب انفصلت عن القياده كليا نتيجه الحرب، وهي كل وحدة في الجنوب ربما يكون عملها منفصلا عن الأخرى، وهي تتحرك وفقا لبرنامج أو خطة معدة سابقا، هي تستطيع التحرك، ربما أسلحتها لديها، وسائل الصمود أو البقاء من موارد غذائية وما شابه، أيضا بتصرفها وحدها، وهي بالتالي لا أعتقد في الميدان، يعني أعتقد أنه لن يؤثر. وما حصل أمس خير دليل، رغم ان المنطقه مفصوله ويعني تتعرض منذ فتره طويله لغارات مدمره ولا احد يستطيع الوصول الى مكان المواجهه، ولهذا كانت قادره على توجيه هذه الضربه. طيب. انما في الموضوع السياسي لا شك ان حزب الله تلقى صدمات كبيره، ولكن اعتقد انه بحكم يعني طريقه تركيب حزب الله و كونه يعني له رعايه ايرانيه مباشره ودعم مباشر من حيث التمويل او السياسه، انه ربما يستطيع ان اعاده ترتيب الوضع السياسي له خلال فتره قد تكون قصيره او كبيره، ولكن اعتقد انها لن يؤثر كثيرا على الميدان. طيب. في اقل من دقيقه يعني، وسؤالي الاخير لحضرتك يعني استاذ احمد، يعني السيناريوهات المتوقعه ايضا في ظل هذا الهجوم الايراني الاخير على اسرائيل، هل نتوقع ردا ايضا اسرائيليا وتصاعد لحده الحرب والتوتر بين ايران وبدء حرب اقليميه فعليه خلال الفتره القادمه؟ انا اعتقد ان الكلام الاسرائيلي هو واضح بشكل نهائي حازم، انه سيكون هناك رد وربما يختار الرد. وإذا لاحظنا في مجلس الأمن مندوب إسرائيل قال أن الرد آتٍ، ونتنياهو قال أن الرد آتٍ، وحتى الرئيس الأمريكي بايدن طلب منهم عدم يعني أن يعني وافق على الرد بشرط عدم استهداف البرنامج النووي، المراكز النووي. فبالتالي أعتقد أنه هناك حديث عن إما مرافق اقتصادية يعني نفطية أو الحرس الثوري، ولكن الرد آتي. وبالتالي سنرى إذا كانت يعني إيران ربما عادة هي تتحرك تقول غير ما تفعل، إذا كانت تحرك الرئيس الإيراني نحو قطر أو بعض القوى يهدف إلى يعني تسوية أو تقديم تنازلات. عادة إيران تقدم تنازلات عندما تشعر أنها في مأزق. بشكرك يعني أستاذ أحمد عز الدين الكاتب والباحث السياسي، كنت متحدثا إلينا من بيروت.